مقتل تيك توكر لبنانية شهيرة على يد عائلتها بعد تسريب مقطع جنسي فاضح لها. جذبني ما شفت مثله. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة التيك توكر وصانعة المحتوى ألف حاء بعد أن عمد عمها شقيق والدها على إنهاء حياتها بعد فيديو فاضح لها. عجبك ورانا ركدين لابس لايق حوا مفكرين شباب خلينا واعي. وفي التفاصيل، علم موقع ليبانون أون أن عائلة بعلبكية عريقة قامت بقتل تيك توكر شهيرة على يد عمها شقيق والدها لغسل العار الذي لحق بالعائلة جراء انتشار فيديو إباحي لها في لبنان والعالم العربي. اسمع 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 عند عيونه بدي عيش أعزفها. حيث قام أحد داعمي الفتاة بشراء الفيديو الإباحي منها بمبلغ 20,000 دولار أمريكي، وبعد تلقيه الفيديو ابتزها بنشره مطالباً إياها بإعادة أمواله، وبعد أن أعادت له المبلغ المالي قام بنشر الفيديو الذي أدى إلى قتلها. وانا شفتها بتتمشى على البراندا وغمزتني بعينه طلعت لعندها. كما واستنكرت صفحة شربليتا المهتمة بأخبار النجوم والمشاهير هذا الفعل، معتبرة أنه لا يحق لأحد إنهاء حياة أي شخص مهما كان خطأه، مشيرة إلى أن الحياة هي هبة من الله. كما استنكرت الدور الخبيث حسب تعبيرها الذي لعبه الداعم وخان ثقتها. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القضية بين مؤيد ومعارض لفعل العم، فمنهم من اعتبر أن الشرف هو أغلى شيء ويجب دفع أبهض الأثمان للحفاظ عليه، ومنهم من اعتبر أن إنهاء حياة من أجل الشرف هو فعل غير حضاري ومتخلف. وجاء من بين التعليقات: شو ما كان السبب، ليس له الحق بإنهاء حياتها، لا عمها ولا أبوها، نتمنى القضاء ياخد حقها. وكتب آخر: طالما هالشقفة اللحمة هي معيار الشرف، بعمرنا ما راح نتقدم. وأضاف آخر: من منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. هذا وأثارت هذه القصة حفيظة الرأي العام اللبناني، خاصة بين الأهالي الذين عبروا عن مخاوفهم من استخدام تطبيق تيك توك الشائع بين الأطفال والقُصّر، وكتبوا العديد من التغريدات والتعليقات التي تناشد للتدخل من أجل إغلاق أو رقابة حسابات المشاهير. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.